السلام عليكم. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على شو كيفاش الصحافة الإنجليزية وين انقلبت على رياض محرز بعد المباراة تاع الأمس، وين أمام توتنهام. يعني كأن محرز هو كل شيء في مانشستر سيتي. شوفوا ما يخموا على ود بلادهم، يخموا على الفوندان ود بلادهم، كانوا يقارعوا المحرز في اي فرصه باش يطيحوا عليه. مالغري كانوا عندنا كيفاش مواقع انجليزيه راك تشوف كي محرز يلعب ويخسروا يحصلوا في محرز، كي محرز ما يلعبش ويخسروا يقضبوا محرز يصنعوه مطرق هكا ويدوروه وما صوا طايحين في غوارديولا. شوف كيفاش كي محرز يلعب ويخسروا يحصلوا في محرز، ويلا محرز ما لعبش يحصلوا في غوارديولا. يعني دائما عندهم دو باج يخدموا على زوج صفحات الاعلام، وحنا رانا نشوفوا فيهم. شوف نبدا نقولها لكم، نهار اللي ربحوا ريال مدريد كارديو فينال، ربحوا ريال مدريد، اليمينو ريال مدريد، ربحوا 2-0 ريال مدريد. على بالك في ذاك النهار هذاك الناس كاع ما على بال ما راحوا ما شافوهاش. بصح انا هذا السؤال نحط لهم، ندير لهم ملاحظه. روحت شفت المواقع مشي جاب ديك على محرز، والو كاع محرز مشي جايبين عليه فوندان دي بروين وغوارديولا. ودي هادو هما لي ستار، محرز كاع مكاش. كونت ليون لعبت شويه، كاين مواقع اللي هضروا باللي محرز كون لعب دونتري منا بالك، بصح ما هدروش بزاف. اليوم صبحوا يعايروا في محرز، صبحوا يقولوا محرز كو غير ما يجيش ما يعاودش يولي للمانشستر سيتي. هذا هما، هذا هو الاعلام دروك وين يصبحوا يديروا في ضغوطات، وين عطاوه 4/10 يصبحوا يديروا ضغوطات على غوارديولا بهذه الطريقه، يولوا يديروا عليه كان محرز لعب وحده. كلي شوف محرز 10، محرز هو 10 تاع اللعابه. انا نقولوا بلي منظومه لازم تهضروا، لازم نحضروها منظومه في مانشستر سيتي ما عايش دور مليح. رانا نشوفوا حتى دي بروين كون توتنهام، ماشي داك دي بروين اللي نعرفوه حنايا، ماشي هو، ماشي غير محرز وحده راه كي والو، راهم راهي كاينه كاين القوه راهم كي والو. وغلطه تاع غوارديولا، غلطه تاع غوارديولا 3 سنين من 2016 وقيله 2017 على بالك يلعب وسط ميدان هجوم الدفاع كاع ما كانش محب. بصح نكشف هذه الخطره، نكشف العام اللي فات ما داش ملاحظه كبيره، نكشف العام اللي فات ما داش ملاحظه. هذاك دياز هذاك ولاو يخرجوا شق ظهره مدافع، شوف ولاو يلعبوا في ظهره، ولاو يلعبوا في ظهره. شوف كيفاش ونكشف غوارديولا، نكشف اللعبة تاع مالغري غير الخطة البارح. شنامي غير الخطة، لعب بثلاثة 4-3، وكان يلعب بالخطة 4-3-3 اللي كانت مساعدة. اليوم شاهدنا كيفاش راه يلعب، خاصة أمام مورينيو اللي كشفه. مورينيو صعيب. شوف أنا نهار ويست هام عرف بلي صعيب، خاطر على كي شفنا ذاك التقني تاع ويست هام كيفاش لعب لغوارديولا، وكومشي ذاك اللعاب لابور فونت تاع ويست هام خرج تبليسه وخرج، نقارونتي بلي ذيك البارتيه ويست هام كانت تربح. اللي تفرج البارتيه تفرجت تحت 90 دقيقة، كوما خرج دوزيام ميتو كان غادي ماركي لهم، وين تبليسه برك هو اللي مركب البنت الاول موراها تبليسه. كو كمل الماتش كان يماركي 3، خاطش عليه هبلهم ولا ينطلق من الصوت وحده دير فيهم كثير. سمحوا لنا. وانتقدت وسائل الاعلام البريطانيه النجم نادي مانشستر سيتي واللاعب المنتخب الوطني الجزائري رياض محرز،
وهذا بعد المستوى حسبهم وين قال لك المستوى المتواضع الذي قدمه في المباراة أمس ضد نادي توتنهام، فعلى غرار موقع مانشستر الذي منح قائد المنتخب الوطني الجزائري رياض محرز علامة 4/10 كأسوأ لاعب في المباراة. والجدير بالذكر أن رياض محرز شارك أساسي في مباراة الأمس ضد توتنهام قبل أن يقرر بيب غوارديولا بإخراجه خلال الشوط المباراة الثاني. يعني وين شو كيفاش رياض محرز وين أصبح لاعب لي أشوف العام الأول تاع رياض محرز ضيع بيناتي شادينها له لليوم، لليوم شادينها له ما يقري رياض محرز هو اللي عاود رد، بالك راكم عاقلين اللي قاع الناس، ما يقري رياض محرز هو اللي عاود رد في ذاك العام، هو اللي عاود رد مانشستر سيتي للمرتبة الأولى بتسجيله هدف، وسجل أهداف بصح الهدف اللي تمركا كونت شيفارد، وين هو اللي عاود ردها للمرتبة الأولى. وشاهدنا كيفاش ماركال توتنهام في ويمبلي، ماركال توتنهام في ويمبلي باك تعقلوا ليا هدف، الهدف الوحيد اللي ماركاه هو بنت بنت برك اللي ماركاه. وبعد ضيع بيناتي بصح شدوها له بصح نهار ليفربول دي بروين وين ضيع بيناتي وكمل البارتية لا حدث، الناس كاع ساكتة ما كاش اللي ينتقده، خاص عنده وزن في انجليز، عنده وزن في انجليز وكافر وعنصري عنده كلش يبغوهم هما، خاطر هما قال كان يقول لك لا في انجليز ما كاش العنصريه يلعب له، عاودينا الشيطان الشيطان كاش ما كاش عنصريه. محرز محرز خلعهم في الاولى مع لايستر سيتي، خلعهم جابوا عند واحد عند ولاد الكلاب حطوها حطوا في وسط الكلابه، من نهار الاول محرز مشي قابلينه وهدرناها وعاودنا هدرناها وعاودنا، كنا مين كنا نهضروا فيها الناس يقول لك كي هضره ولا انت ما تعرفش البطوله الانجليزيه ودي ما نعرفش فيها. توتنهام بلاد توتنهام ايكيب كامله قاضبتها الماسونيه، ويستهام قاضبين الماسونيه شاك حاسب تي قاضبين الهود، شاكم حاسبين نتوما كاين دي زيكيب قاضبين من الهود يسيروا فيهم صورتو توتنهام وصورتو روحوا سقسوا بن طالب، روحوا سقسوا بن طالب يقولكم على توتنهام وسقسوا بالرحمة على على واسهام عمايم قاضبين على السنسوات هذوك صحاب السنسوات قاضبين قاضبين مانشستر سيتي راه جزائري هذا فهمت بصح ما يبغوش. وين شاهدنا كيف الصحافة وين راهم ضربوك رجعوا ينتقدوا فيه محرز، شوف محرز الغلطة اللي دارها وهدرتها نهار الأول كاين الفيديو نهار الأول مين راح سورا وهي مد في الخامسة لغوارديولا في الماريكان، أودي قلت له كروة مانشستر يونايتد داودي مانشستر يونايتد تشيلسي هذو زوج كان غادي ينجح فيهم ما يسمعوش، هذو زوج كان غادي يسمع سورتو مانشستر يونايتد كان غادي ينجح بالصح مكتوب مكتوب ربي. وشاهدنا كيفاش الليله اللي راح بها اللي في الليل ايطو قال له روح حطيت روحك عند مدرب مقبره تاع الافارقه، شاهدنا ايطو يا توري شاهدنا بن عطيه كيفاش دار له هو خطره ذاك ذاك الصحافي راح لي هو اعلامي فني قال لك هل غوارديولا عنصري وديس العنصريه تاعو مش مبينها تجاه اللاعبين الافارقه ما يجري منا بصح قالوا ما يسمعش ما يسمعش راك تشوف هو دروك يقول لك رانا لا راني اللعبه بصح محرز راه كي يدخل يلعب هدرناها ونعاودوها محرز راه يلعب كونت لادفيرسير كونت وصحابو يلعبو كونتر عليه هو يلعب كونت لادفيرسير وصحابو كونتر عليه وين ولينا نشوفوا محرز بثمن دقائق ما يتوشيش البوله هجمه كانوا خاسرين 1-0 جاو مهودين محرز جابت كاع لا جهه يدوموندي في البوله ما كاش اللي شاف فيه كانه مكاش كانه مكاش كاع عليك اليوم نقولوا بلي محرز انا كل ساعدني غادي محرز غاك عمي من نهار اللي راح نقولوا له اخرج من نهار اللي راح وحنا نقولوا له اخرج محرز من هاللي راح يلعب وحنا نقولوا له خرج 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 راك راك ضيعت نقول لك شحال راك مضيع 5 سنين باطل
خمس سنين تاع انجازات راك مضيعهم، باطل، راحت باطل، راحت ما تصبحوا بخير. انا نقول لكم على اللي نقولوا باللي اليوم محرز يجب الهروب، يجب الهروب، هذه هي.